عندنا اكيد توضيحات اخرى وكلام اكتر في هذه اللحظات. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني بيتقدم للمنصه علشان يبتدي فعاليات هذا المؤتمر، واكيد مؤتمر هام جدا هنترقبه لحظه بلحظه. تابعونا، خلينا نروح سريعا للكابتن محمود الخطيب من مقر النادي الاهلي في الجزيره. تفضل. وللفوتج بالنسبة لزملائنا أي سؤال يا عيني لحضراتكم نكتبه ونسلمه لزميلنا أحمد أبو طالب ثم نطرحه على الكابتن محمود الخطيب في نهاية المؤتمر إن شاء الله. طيب نرجو التزام الهدوء. الأستاذة اللي رفعت التليفون زي ما اتفقنا قبل المؤتمر بعد إذن حضرتك علشان هنقطع الكاميرات، يعني حضرتك خليكي مكاننا. انت الزملاء احنا منبهين انه ما نرفعش التليفون اكتر من مستوى الرأس علشان ما نعيقش الكاميرات اللي في الخارج. شكرا على تعاونكم، يعني احنا بس بنساعد بعض. شكرا لحضرتك، يعني حاولي قدر الامكان تصوري من الحدود اللي تقدري منها بدون ما ترفعي فوق. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. حد يفتح لي الصوت مفتوح. سامعين كويس كده؟ سامعين الكابتن محمود كويس. شباب في ال بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اتفضل يا شيف. حازم مش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود خطيب رئيس اداره النادي الاهلي، الساده اعضاء مجلس الاداره، رؤساء القطاعات المختلفه، زملائي الاعزاء ممثلي وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالميه، برحب بحضراتكم في مستهل وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي دعا إليه النادي الأهلي لكشف ملابسات ووقائع الأزمة المتعلقة بالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وموقف الاتحاد الإفريقي من هذه المباراة الذي جاء مخففا لكل الضوابط ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص. برحب بحضراتكم حرصا على الحضور. سيكون لدينا الحقيقة كلمة للكابتن محمود الخطيب يستعرض فيها هذه الأزمة بالوثائق والدلائل والمستندات، ثم سنعطي لحضراتكم فرصة لتوجيه الأسئلة المختلفة من خلال الأوراق المكتوبة. لدينا أوراق مطبوعة تقدروا حضراتكم تكتبوا هذه الأسئلة لضمان فقط أن يكون هناك نقطة نظام
ونلتزم بموضوع المؤتمر الصحفي المتعلق بأزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مرة تانية برحب بحضراتكم في النادي الأهلي في معقله التاريخي بالجزيرة، ونبدأ وقائع هذا المؤتمر بالكلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. شكرا يا شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بكم في النادي الأهلي، وبنشكر كل السادة الحضور، وكل الشكر للإخوة الإعلاميين والصحفيين. الحقيقة أنا موجود معاكم النهاردة لأن مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال كان أخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفي بعد نهاية الأحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، من أجل الإعلان عن كل التفاصيل اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت. وبرضو يمكن في، وده حاجة احنا بنحترمها جدا، في بعض من خارج النادي كان له رؤية اننا نقفل هذا الملف وليس هناك ما يدعو للحديث فيه. ونحن كمجلس إدارة الأهلي والنادي الأهلي بنحترم هذه الرؤية، لكن الثابت لنا كإدارة إن موقف النادي الأهلي ليس مرتبط بمكسب أو خسارة مباراة أو بطولة. النادي الأهلي والحمد لله رب العالمين مليء بالبطولات الحمد لله، والنادي الأهلي أكبر من هذا الكلام، وواجب النادي الأهلي تجاه بلده وتجاه قارة أفريقيا التي ينتمي إليها أنه يتكلم، ويتكلم بصوت عالي، ويشاور على السلبيات على الأقل حتى لا تتكرر هذه السلبيات مرة أخرى، لأنه بصراحة شديدة جدا ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة. وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي. قبل ما يعني أتكلم مع حضراتكم أتمنى أو بقول لسيادتكم أن تفاصيل المؤتمر ده فيه ثلاث نقاط رئيسية، ثلاث نقاط احنا وضعناهم عشان نتكلم فيه. أولا بنبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على البطولة، ونتمنى لهم كل التوفيق عند تمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية. النقطة الثانية، أي خسارة يا جماعة، أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهي دي الرياضة. والنادي الأهلي نادي كبير ما بيقفش عند خسارة، ولازم يستفيد من اللي حصل ومما حدث، وتكون دايما نظرتنا للي جاي، نظرتنا للمستقبل. النقطة الثالثة، بنستأذن حضراتكم التركيز في المؤتمر على النقاط التي تم إثارتها في الفترة الماضية وتحتاج إلى توضيح، مش عايزين نخرج برا مساق المؤتمر.
الاتحاد الافريقي. الحقيقه لا النادي الاهلي ولا انا شخصيا عندنا خلاف مع الكاف ولا قيادات الكاف، احنا بنحترمهم جميعا. وانا اعرف كويس السيد باتريس متسبي رئيس الاتحاد الافريقي، اعرفه كويس، هو شخص متميز، وعندما تولى رئاسة الكاف انا شخصيا تفائلت بيه ولا زلت متفائل بيه، لان لديه القدرة على تقديم الافضل للكرة الافريقية. الخلاف الذي حدث ان قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف. نحن لسنا موجودين هنا لتوزيع الاتهامات، ده مش النادي الاهلي، احنا تواجدنا لان كلنا كافارقة اعتقد ومتأكد انتبهنا الحزن عندما تحدث عنا المتابعون للكرة الافريقية في العالم بشكل سيء لهذا الملف. نحن نعتز بقارتنا الأفريقية ونعتز بالانتماء لهذه القارة العظيمة التي قدمت للعالم مواهب فذة في كرة القدم. أفريقيا حاليا وبدون مبالغة تملك النصيب الأكبر في اللاعبين البارزين في الملاعب الأوروبية، وقارتنا تستحق مكانة كروية أفضل. باختصار، اندهشنا في بداية الأمر عندما وجدنا دوري الأبطال قارب على الانتهاء، ومرت جولة الذهاب من الدور قبل النهائي والاتحاد الأفريقي لم يعلن عن مكان إقامة المباراة النهائية. كما تعلمون المباريات النهائية في أوروبا يتم تحديد أماكنها، أماكن إقامتها في معظم الوقت لسنوات، يمكن زي ما هو واضح على الشاشة مع حضراتكم. الاتحاد الأفريقي نفسه السنة الماضية أعلن عن مكان المباراة النهائية قبلها بفترة، ومحدش اعترض، ولم يكن يعلم أحد إن أي فريقين يتأهلوا للنهائي، مين اللي هيتأهل؟ محدش عارف. عكس ما حدث هذا الموسم، الإعلان عن المباراة عن ملعب المباراة قبل انتهاء البطولة أو قبل انتهاء المباراة، قبل بداية المباراة بثلاث أسابيع بس تقريبا. يعني بدأنا نادي الأهلي، بدأنا نتابع في وسائل الإعلام أن هناك منافسة بين السنغال والمغرب على استضافة المباراة النهائية، لكن ونحن نتابع لم نتصور إطلاقا أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة. ده ليس تقليل أبدا من أشقائنا في المغرب، بالعكس هم قادرين يعملوا كل حاجة، ولكن أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة زي ما قلت وبكرر ليس تقليلا منها، بالعكس نحن نحترم أشقائنا جدا جدا في المغرب، لكن المغرب وفقا لمعايير العدالة استضافت هذه المباراة العام الماضي برضو كانت في المغرب، وفي العام الذي قبله استضافت الكونفدرالية، العام اللي فات استضافت النهائي لدوري الأبطال، السنة اللي قبلها استضافت الكونفدرالية،
ولديها نادي الوداد اصبح قريبا جدا من يكون من يعني من طرفا في النهائي يعني في المباراه النهائيه. وبالتالي لا يصح ان يقوم الكاف بمنح افضليه لنادي يلعب في ملعبه وسط جمهوره على حساب الطرف الاخر. النادي الاهلي بيتحرك، وعشان كده احنا قلنا هنعمل مؤتمر بس في الاخر، لكن اثناء الاحداث من الصعب كنا كل شويه نقول لكم هنعمل كذا. ارسلنا خطاب للاتحاد الافريقي قبل اعلانه عن مكان المباراه النهائيه بفتره، وطلبنا منه اقامه المباراه النهائيه في ملعب محايد، وطلبنا من اتحاد الكره المصري هو كمان هو ايضا ان يرسل خطاب للتاكيد على ذلك المعنى، وطلبنا من السيد وزير الشباب والرياضه التدخل لدى الكاف من اجل الحفاظ على حقوقنا المشروعه فقط، وان تكون هناك عداله بين طرفي المباراه. يوم الاثنين 9 مايو 22 فاجانا الكاف ببيان على حسابه الرسمي واعلن عن اقامه المباراه النهائيه في المغرب، واستند في حيثيات قراره انه لم يكن لديه سوى دولتين فقط، المغرب والسنغال، والسنغال انسحبت، وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة، وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم قارة أفريقيا التي نعتز كلنا بها. بصراحة احنا في حاجة ان يرد الاتحاد الافريقي على هذه الامور التالية. لماذا لم يعلن الاتحاد الافريقي عن انسحاب السنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها اعلن انه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب، وهو نفس ملف السنة الماضية؟ ونكرر لا توجد لدينا مشكلة مع أشقائنا في المغرب، خلافنا فقط على قرار الكاف. في بيان الكاف التوضيحي الذي أصدره يوم 12/5 قال فيه إنه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب أفريقيا من تنظيم دوري الأبطال، لأن الملفين دولت غير مكتملين، في حين أن بيان الكاف الذي أصدره بتاريخ 11/5 أنه منح حق تنظيم نهائي الكونفدرالية لنيجيريا الذي قال عنها في بيانه السابق أن ملفها غير مكتمل. هذا أمر يثير التساؤلات ويحتاج لتفسير. طالما الكاف سمح لنيجيريا أن تستكمل ملفها وتعود للمنافسة على التنظيم، لماذا لم يمنحها تنظيم بنهائي دوري الأبطال؟ لماذا لم يمنحها تنظيم نهائي دوري الأبطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل، خاصة انه لم يسبق لها تنظيم هذا الحدث، لكن الكاف منحها تنظيم نهائي الكونفدرالية، ومنح المغرب تنظيم نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفاتها مثل جنوب أفريقيا التي سبق وأن طلبت تنظيم دوري الأبطال، ومصر التي طلبت تنظيم نهائي الكونفدرالية؟ في بيان الكاف يوم 9/5 والذي أعلن فيه إنه أهدى تنظيم نهائي دوري الأبطال للمغرب، لم
يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة. وأقيمت المباراة في المغرب. ده صحيح. لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف. هل هذه هي قواعد اللعب النظيف؟ وكمان بقى على العكس، في بيان الكاف الذي أصدره يوم 11/5 وقال فيه إنه أهدى تنظيم نهائي الكونفدرالية إلى نيجيريا، حدد الملعب، حدد ملعب بعينه في نيجيريا تقام عليه المباراة، ذكر اسم الملعب، أرفق صورة الملعب في البيان الصادر. لماذا كان هناك غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني؟ نتكلم بقى مع حضراتكم على الخطوات التي اتخذها النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد قرار الكاف. سامحوني لو سمحت. بتكلم مع حضراتكم عن الخطوات اللي اتخذها النادي الاهلي ومجلس ادارته بعد قرار الكاف. عرض النادي الاهلي الموقف كاملا على احد المكاتب الاستشاريه الدوليه الكبرى في القانون الرياضي. وافاد المكتب الاستشاري، خدوا بالكم الكلام ده كويس، ان موقف النادي الاهلي في الدعوه ليس قويا بسبب الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المطاطية للاتحاد الأفريقي. لكن كان لزاما علينا وأيا كانت النتائج أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي، ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل، وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل حتى في قرار مجلس الإدارة بالإجماع اللي خدنا فيه قرار المحكمة الدولية، مكتوب في القرار سلبا او ايجابا. الكلام ده من بدري جدا. قرر مجلس اداره النادي بالاجماع برضه وبحضور مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم خوض المباراه النهائيه، ورفض الجميع فكره الانسحاب لانه يكلف الاهلي كثير، ليس خساره بطوله واحده بل 3 بطولات إذا ما كانش أكتر. الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عامين. هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية. وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي، ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله. أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، حقوق بقى مشروعة، حقوق عادلة، منها نصف سعة الاستاد، وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورا، ولم نتلقى أي رد من الكاف. تلقيت أنا شخصيا تلقيت اتصال ودي من احد الاشخاص، ودي لعقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم، وابلغت انني وبكررها تاني احترم السيد متسبي واقدره، لكن على الكاف، مش اشخاص بقى، ولكن على الكاف أن يرد رسميا على طلبات النادي الأهلي.
لأن الموقف موقف نادي ومجلس إدارة وليس موقف شخص محمود الخطيب، والقرار دايما يكون لمجلس الإدارة وليس لشخص حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي. ده اللي احنا اتعلمناه نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة، وعدم تلقينا اي ردود من الكاف. ارسلنا خطاب اخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي، بقى لكنا بنتكلم رسمي الاهلي والكاف او الكاف والاهلي، بس احنا اللي بنبعد دلوقتي. وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول الى حلول بخصوص طلبات الاهلي العادله التي تم ارسالها للكاف ولم نتلق اي رد. يوم 26/5 وقبل المباراه باربع ايام فقط تلقينا خطاب من الكاف جاء فيه انه تم تخصيص 10,000 تذكره للاهلي ومثلها لنادي الوداد، وعشرين ألف للعامة، و5,000 تذكرة للرعاة. حتى تكون الأمور يا جماعة واضحة، لم نكن نتصور أبدا إن الأمور قد تصل إلى هذا الحد. النادي الأهلي لم يتسلم من 10,000 تذكرة سوى 2,500 تذكرة وعلى دفعتين. أما 20,000 المخصصين للعامة، هنا عايز أعرف كلمة العامة في لجماهير كرة القدم، ومفهوم العامة من الجماهير هم المحبين لكرة القدم وغير منتميين لطرفي المباراة النهائية. تم طرح تذاكرهم أونلاين، وللأسف تم حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن أي شخص يريد الحجز من خارج المغرب. وبالطبع وطبيعي جدا أن تذهب 20,000 تذكرة وما تبقى واللي ما استلموش الأهلي من 10,000 كمان أن يذهب كلها لجماهير المنافس. طيب رؤيتنا بقى احنا ايه كنادي اهلي في ضوء كل الاحداث السابقة؟ قارة افريقيا قارة كبيرة وتمتلك من المواهب ما لم تملكه أوروبا، وأفريقيا تستحق مكانة كروية أفضل. نحن نعلم أن أي تعديل أو تطوير هو مسؤولية الكاف طبعا، ولكن من أجل الكرة الأفريقية عاوزين نطرح رؤيتنا التالية، وهنا قرار للكاف واحنا بنعترف بده، لكن هي مجرد رؤية من أجل الكرة الأفريقية من وجهة نظرنا. 1. أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والعودة مبارتين، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح. أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا، وسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة جدا، وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر، وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل الدول الأفريقية عكس أوروبا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها.
وهنا بتكلم على كل الجماهير الافريقيه. ايضا لا توجد عمله ماليه موحده للقاره الافريقيه. على العكس في اوروبا المسابقات بين الدول، المسافات بين الدول قريبه جدا، ولا توجد كل هذه المشاكل التي اشرنا اليها. اثنين، حال استمرار، وده قرار كاف طبعا حقهم الكامل، حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة، أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل، ما نستناش لآخر أسبوعين أو ثلاثة. ثلاثة، أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص مماثلة. هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم القدرة المالية والتنظيمية، وهنا بقى يجب أن يقوم الكاف بدعم ومساندة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. 4، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة. إحنا أو أفريقيا ليست أقل من أوروبا. أن يقوم الكاف، 5، أن يقوم الكاف بإعادة صياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير، ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة، علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف، ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية الأفريقية كلها. إيه المانع إحنا نبعت اللوائح دي، واللوائح دي الأندية تحط، يعني تحط عليها كل الأندية، مش لجان ولا بتاع، كل الأندية، كل نادي يحط تصوراته، ثم التصورات دي تروح للكاف يبتدي يناقشها ويشوف الغالبية بتقول إيه. 6، دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من الكاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن من خلال التجربة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات، المسابقة، الإقامة، المكافأة اللاعبين، الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة، ده بقى صليبي وده مش عارف، زي ما حصل مع النادي الأهلي في 3 حالات تقريبا. فالمبالغ دي أعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافآت. هنا يمكن وقفت بقى شوية كده بالنسبة لملف أو اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبة للاتحاد الأفريقي. عايز اتكلم مع حضراتكم الامر الثاني اللي عايز اتكلم فيه، نتحدث فيه مع حضراتكم عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم. اولا، لم يكن لدينا اي معلومة
عن مسألة تنظيم المباراة النهائية إلا عندما بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود منافسة بين السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، وإنه كان هناك مواعيد محددة لتقديم طلبات التنظيم والتفاصيل لحضراتكم عارفينها عشان ما كملهاش إلى آخره يعني. ثانيا، لما سمعت الكلام ده تواصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال؟ وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد. طب يعني ما دخلناش ليه بقى في الهيصة دي يعني، في المسابقة دي يعني والتنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب إن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة أو الاتحاد الكرة المصري يعني، وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية السيد الأستاذ جمال علام وأبلغته بما قاله المهندس هاني أبو ريدة وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة، حضرتك ولا المهندس هاني؟ وكانت إجابته احنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. انا طبعا اندهشت جدا، قلت ازاي؟ فاجاب السيد رئيس الاتحاد انه قام بالرد فعلا على الكاف، لكن لم يطلب تنظيم المباراة ولكن طلب اقامتها على ملعب محايد. امر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب وبصراحة يعني غير مقبول. ثالثا، عندما كررنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهائي في المغرب، تواصلت مع السيد رئيس اتحاد الكرة وطلبنا منه، أنا بتكلم بصيغة النادي، وطلبنا منه صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي، أو الأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري، بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية. وهذه الأوراق يا جماعة، ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر، وهذه الأوراق من المفترض إن احنا أن نبني عليها موقفنا القانوني، وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد. الكلام ده أعتقد كان يوم 2 أو 3، أي الاثنين للثلاث، وما جلناش حاجة. فطلبت من السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر، لأن الورق ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا. وقمنا بمخاطبة الاتحاد كتابيا 3 مرات لهذا الأمر، واخترنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي، ووعد بالتدخل. شك بقى حد 2 3 4 5 تقريبا يعني، او 3 4 5، وطبعا صباح جمعة
هنا سيد وزير الشباب والرياضة وعد بالتدخل، وبعد 4 أيام من المماطلة كلفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالذهاب إلى اتحاد الكرة ويبقى عند المدير التنفيذي للاتحاد وما يتحركش إلا لما يكون الورق ده في إيده، لأن المكتب القانوني قاعد جنبنا 2 أو 3 أيام ورا بعض أو 3 أيام ورا بعض عشان بس يكتب، ومش هيقدر يكتب إلا من خلال الخطابات ديت. قلت له يا دكتور ما تتحركش إلا لما الجوابات دي تجيلك. وقابل فعلا مدير التنفيذي للاتحاد الذي أبلغه، مدير الاتحاد أبلغه إنه لن يستطيع تسليمه أي صور من الخطابات المتبادلة إلا بعد أن يتلقى موافقة السيد رئيس الاتحاد، اللي احنا بنخاطب الناس بقالنا 3 أو 4 أيام. طب نعمل ايه؟ وهنا في مواقف كتير يقول لك النادي الاهلي لازم مش عارف يعمل، النادي الاهلي ولا بيعلي صوته ولا النادي الاهلي بيطلع يتخانق، النادي الاهلي بيمشي ضمن الاصول، النادي الاهلي بيحافظ على البلد، بيحافظ على الاصول السليمه، النادي الاهلي بيحافظ ازاي يكون بيتعامل مع كل المواقف باسلوب سليم. لجأنا للاعلى سيد وزير الشباب والرياضه. الحقيقه قمت وكلمته تاني وصعدت الامر مع الدكتور اشرف صبحي مره تانيه، لان الوقت بيمر ولم يتبقى على المباراه الا ايام قليله. والحقيقه بقى هنا ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانت لديه رده فعل عنيفه قويه وعنيفه لتفاهمه، هو فاهم الراجل كويس ان الامر ده يضعف من الموقف القانوني للنادي الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية، وتعامل بمنتهى الجدية ووعدني بإرسال أحد المسؤولين من مكتبه إلى مقر اتحاد الكرة. ومساء نفس اليوم اللي هو بقى الخميس الساعة 5 أو 4:30 الظهر تسلمنا صورة من الخطابات. لكن الحقيقة بعد ضياع 4 أيام دخلنا في يوم الجمعة، وكان بعدها السبت والحد عطلة في أوروبا. هنا أنا بس بحط عنوان، هذه هي المساندة وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكرة. عموما هذه ليست أول مرة يتخلى فيها اتحاد الكرة عن مساندة الأندية المصرية. الكل يتذكر ما تعرض له النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال عام 2018. تعرضنا لظروف صعبة للغاية ولم نجد أي مساندة أو دعم من اتحاد الكرة أو ممثل مصر في الكاف. طلبنا من اتحاد الكرة قبل شهور ما يقرب من 3 مرات في مكاتبات رسمية انه يطلع بمسؤولياته وان يتواصل مع الاتحادين الدولي والافريقي لحل ازمة تضارب المواعيد بين كأس العالم للأندية، كأس العالم للأندية، وبين كأس الأمم الأفريقية من أجل مشاركة لاعبينا الدوليين، لاعبينا الدوليين مع المنتخب المصري ومع النادي، لأن النادي برضو بيلعب باسم مصر في بطولة كبيرة جدا، بطولة عالمية. وأكد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، مش اللي هنا مش دلوقتي، من خلال وسائل الإعلام إن المشكلة تم حلها والمنتخب والأهلي كلاهما سيشارك بصفوفهم كاملة في البطولتين وليس كل ما يعرف يقال. وللأسف في النهاية لم يحدث شيء،
وتم حرمان النادي الاهلي من لاعبيه الدوليين في مونديال الانديه في اول مباراتين تقريبا، اول مباراه بالكامل ما فيش، ثاني مباراه اللي جم ليله المباراه مش ليله الصبح، مباراه بالليل، فمعظمهم ما لعبش. هنا بقى امر احب ان كلكم تركزوا فيه كويس. النقطه الاهم في موقفنا مع اتحاد الكره، واحنا برضو بنقدر اتحاد الكره كل شخصيه كل الشخصيات، لكن المواقف هي دي الحاجه اللي احنا بنقف عندها. النقطه الاهم في موقفنا مع اتحاد الكره، واتمنى التركيز من حضراتكم، الساده المسؤولين في اتحاد الكره تحدثوا بكثافه في وسائل الاعلام خلال الفتره الماضيه النادي الاهلي ما بيتكلمش كتير. انتوا بقالكوا كام سنه عمرنا انا ما عملناش مؤتمر صحفي، اول مره يعني النادي الاهلي بيدرس المواضيع ويتكلم في الحقوق المشروعه ومن القنوات الشرعيه كويس، لكن ما بيطلعش يطلع كل يوم يرغي. فالسادة المسؤولين في اتحاد الكره تحدثوا بكثافه في الاعلام خلال الفتره الماضيه، ودائما يتوقفوا عند نقطه واحده، ان النادي الاهلي لم يطلب تنظيم المباراه، ولو كان طلب كانوا سينفذون رغبات طبعا. حقيقه امر غريب، وانا الحقيقه مش قادر الاقي حاجه غير الابتسامه بس، الابتسامه بس. ولكن النادي الاهلي بيدرس كل المواضيع، ما بيتكلمش من خلال لوائح. اولا لا يصح ان يردد المسؤولين في اتحاد الكره كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح. المسؤولين في اتحاد الكره لكن يجب ان يكون عندهم درايه كبيره بكل اللوائح، وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن اداره اللعبه في مصر. ثانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكره؟ بالتاكيد اتحاد الكره. البند وهيطلع لسيادتكم، البند رقم 28 بتنظيم المباراه النهائيه من لائحه دوري الابطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقه، نصها نص البند كالاتي: سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول، فقط في إحدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف، إحدى الدول. هذا هو البند الذي نص على إقامة المباراة بإحدى الدول وليس بأحد الأندية، إحدى الدول، علما بأن الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا إنها دايما بتساند استضافة بلادنا لكل الأحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده. الفترة الأخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولات كتير جدا، فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حريصين على ده، وحريصين إن مصر تتواجد في تنظيم أحداث رياضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا. ثالثا كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية؟ ممكن يخرج تاني ماتش على طول، أول مباراة يخرج. كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة، بل من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى؟ لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، كرة القدم كرة، ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع برا تخسر، ده طبيعي، هي دي الكرة. رابعا
الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ 3 سنوات في أفريقيا، من 3 سنين في أفريقيا. أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة ناديا واحدا في قارة أفريقيا تقدم لاستضافة نهائي البطولة. بالطبع أعتقد يعني لا يوجد، لأن الاتحادات هي من تتقدم بطلبات الاستضافة. والتأكيد في خامسا، التأكيد في خامسا، هناك العديد من الاتحادات في الدول العديدة تتقدم لاستضافة المباريات النهائية، ولا يوجد لهذه الدول أندية مشاركة في البطولات. نيجيريا كانت متقدمة ولم يكن لها نادي ممثل. السنغال كذا يعني طبعا هذا دليل قاطع على أن التقديم مسؤولية الاتحادات وليس الأندية. وفي أوروبا يحدث ذلك في أوقات عديدة، يقام النهائي في دول ليس لها أندية مشاركة في البطولة. زي ما قلت ده دور الدولة تحب تشارك لأنها بتجلب لبلدها أنظار العالم كله. سادسا عندما استضافت مصر نهائي دوري الأبطال، ارجعوا معايا حضراتكم بقى بالذاكرة، عندما استضافت مصر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بين ناديين مصريين، كلاهما لم يتقدم ولم يطلب تنظيم النهائي. اتحاد الكرة هو الذي تقدم. وللتوضيح أكتر، كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة 4 فرق، 2 من مصر و2 من المغرب، وتم الاتفاق في حال صعود، لما بقى الاتحاد تحرك يعني هنعمل ايه، مصر ممثلة والمغرب ممثلة، فالاتحاد تحرك واتفقوا على او تم الاتفاق على حال صعود ناديين من مصر المباراة النهائية في مصر، وحال تأهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانكا. وإذا تأهل نادي من كل دولة يتم إجراء قرعة، وذهبت القرعة في الوقت ده تم إجراءها بمعرفة الكاف وذهبت لمصلحة مصر. أيضا في المغرب عندما استضافت نهائي البطولتين الأخيرتين لدوري الأبطال لم يتقدم أحد نادي، يعني أي نادي منها. الاتحاد المغربي هو اللي اشتغل، وده يعني شيء مقدر أو نقدره، هو اللي اشتغل، هو اللي تقدم للكاف بطلبات التنظيم، وهو عارف أن ممكن النادي بتاعه ما يوصلش، وفعلا النادي بتاعه ما وصلش السنة اللي فاتت، ووصل الأهلي وكايزر تشيفز، مش النادي اللي بيطلبه. سابعا، نص الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى سيادة الوزير، خدوا بالكم من النقطة دي كويس، نص الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى سيادة الوزير أشرف صبحي والموقع من السيد رئيس الاتحاد، أعتقد لما نقرأ كويس أنه سيكون فاصل في هذا الأمر. نص الخطاب في إيه؟ الجزء اللي يهمنا، الاتحاد المصري بيقول إيه؟ استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الأفريقي والدولي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القارية. وذكر في الخطاب كل البطولات اللي جت في خطاب الكاف للاتحاد المصري، ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي بدوري الأبطال. وهذا يؤكد أن اتحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي. ثامنا، إعلان الاتحاد المصري
عن طلب احد الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه تنظيم النهائي، اجعلنا نسال اتحاد الكوره من الذي ابلغه ان هناك تقديم طلبات من الانديه لاستضافه المباريات النهائيه للمسابقات الافريقيه؟ مين؟ وفي هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبه النادي او تحدث معه مسؤول الاتحاد هاتفيا؟ كويس. واذا كان هذا حدث، لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الاهلي؟ كمان نقطه اضافيه اخرى، هو النادي يعني اي نادي عندما يحتاج النادي اي نادي انه يخاطب السيد وزير الشباب والرياضه، انا ما بروحش للاتحاد المصري، ما بروحش انا للاتحاد المصري، انا بروح لوزير الشباب والرياضه دايركت. هل هو في حاجه، يعني ده بتكلم عن النادي، هل هو في حاجه لمخاطبه اتحاد الكره؟ اولا ده غير صحيح، كل الانديه من حقها تخاطب وزاره الرياضه مباشره. تاسعا، كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون انها وفقا للوائح كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون انه وفقا للوائح عندما يرغب الاتحاد الافريقي في مخاطبة الاندية تتم المخاطبة عن طريق اتحاد الكرة، وهكذا كل الاتحادات، مش بتكلم على الكرة بس. واتحاد الكرة عندما تلقى خطاب التنظيم من الكاف يوم 19/1/22 لم يتم اخطار الاهلي لا كتابة ولا هاتفيا. إذن لماذا يدفع الاهلي ثمن حجب معلومات لا يعلم عنها شيء؟ عاشرا، عايز استاذن الاستاذ حازم اللي انا تعبته معايا جدا في البرزنتيشن ديت، ان يظهر على الشاشه الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكره من الكاف يوم 19/1/22 والذي تضمن تنظيم كل البطولات وبجواره الخطاب الذي ارسله اتحاد الكره لوزير الرياضه والموقع من السيد رئيس الاتحاد بيطلب في تنظيم العديد من البطولات. حضراتكم على الشاشه الكل يلاحظ ان اتحاد الكره طلب في خطابه تنظيم 5 بطولات وقام بحذف البند الاول الخاص بنهائي دوري الابطال الموجود في خطاب الكاف. هل راى اتحاد الكره ان نهائي دوري ابطال افريقيا اللي العالم كله بيبص عليه مش مهم او غير مهم؟ مع العلم ان الاتحاد الافريقي وضع نهائي دوري الابطال في البند الاول، اول بند، لانها اكبر واهم بطوله افريقيه للانديه. ونسال هنا سؤال اخر، لماذا اتحاد الكره لم يرفق صوره من الخطاب الذي تلقاه من الكاف مع الخطاب الذي ارسله الى وزير الرياضه؟ الاثنين مع بعض، يعني انا رايي هو يا عم، بس ده بقى اللي جنب الكاف بتحط، ده طبيعي في المراسلات، طبيعي، وبالذات لما بتخاطب سلطه اعلى، لما يكون في خطاب لسلطه اعلى تديها الامر واضح من كل الجوانب، على الاقل لابلاغ الدكتور اشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الافريقي، وان هناك فرصة لطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال في مصر.
نحن على يقين بأن وزارة الرياضة لو كانت قد اطلعت على الخطاب لوافقت على استضافة المباراة، وهو الأمر الذي تحدثت فيه بالفعل مع وزير الشباب والرياضة، وأنه لو كان يعلم كان هينظم البطولة دي. قبل أن أتطرق مع حضراتكم لطلباتنا بقى بخصوص اتحاد الكرة، الحقيقة برضو عادينا يعني لدينا ثلاث استفسارات. الاستفسار الأول، لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال مع أنه تسلم خطاب الكاف يوم 19/1/22 وتم إغلاق باب التقديم يوم 28/2/22 يعني بعد شهر 40 يوم تقريبا. وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم عندما قرر اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف، قام بالرد بعد أكثر من شهرين أو يعني 40 يوم، ولم يطلب لا شهرين لأنه هو في شهر 28/2 وإحنا ردنا في شهر 4 الجوابات يعني اللي هي حسب الخطابات وتواريخ الخطابات. قام بالرد بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد. الاستفسار الثاني، لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع إدارة الأهلي 4 أيام وأنا داخل في قضية مع الكاس 4 أيام عشان أخد ورقة؟ لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع النادي الأهلي 4 أيام حتى يحصل على النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي؟ وهذا حق أصيل، لو عارفين في اللوائح والدستور، هذا حق أصيل للنادي، وهذا حق أصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري الذي يكفل حرية تبادل المعلومات بين المؤسسات. ولولا أن قام النادي بتصعيد الموقف للسيد وزير الرياضة ما حصل الأهلي على صورة من الخطابات التي كان في حاجة ملحة إليها في وقتها لبناء موقفه القانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية. الاستفسار الثالث، لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ده الشغل بقى شغل إداري بقى، لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى الكاف أسوأ بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر؟ طلبات النادي الأهلي بعد كل ما تم سرده، طلبات النادي الأهلي بخصوص ما حدث. السلام عليكم، أنا آسف. طلبات النادي الأهلي بخصوص ما حدث من اتحاد الكرة، سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد. بين قوسين كده مش كلامنا، بين قوسين كده طبقا لما ورد إلينا من وزارة الرياضة، ده الجواب اللي جالنا من وزارة الرياضة. احنا عايزين بقى سرعة، أعتقد الجواب قدام حضراتكم. هقولها تاني، سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد طبقا لما ورد إلينا من وزارة الرياضة، والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن الجماهير المصرية من معرفة الحقيقة، وإخطار كافة الجهات الرقابية في الدولة لإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة في كل ما يخص الصالح العام. الحاجة الثانية، المبادرة
احنا بنحاول نعالج اللي فات. الحاجه الثانيه مش احنا نعالج، انا اسف، طبعا نحاول نحط رؤيه. المبادره من اللجنه الاولمبيه المصريه بوضع اليه وقواعد فاعله لمراقبه التزام اتحاد الكره بتداول الخطابات والمعلومات بطريقه تعزز الثقه والاطمئنان للقرارات الصادره عن الاتحاد، وتحمي حقوق الانديه عند المشاركات المحليه والقاريه، وان تكون هناك عقوبات رادعه لمن يخالف هذه الاليه، وبما يضمن الشفافيه في معاملات المتبادله بين الاتحاد والمؤسسات الرياضيه. اخيرا، يحتفظ النادي الاهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من اجراءات امام كافه الجهات المعنيه تجاه كل الاطراف التي تسببت في الحاق الضرر بالنادي، وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها وزاره الشباب والرياضه بمعونه الساده القضاه الذين تم الاستعانه به. في النهايه، الحقيقه عندي بقى، انا بقى عندي بعد اذنكم بقى، طبعا يعني مش انا اسف للاطاله يعني، بس في النهايه عندي مجموعه من الرسائل. الرساله الاولى، لسنا في خصومه مع الاتحاد الافريقي، ونحن لا نطالب الا بالعداله، وجميعنا في قاره افريقيا في مركب واحد، ولابد ان نطور من انفسنا ونتعاون حتى لا تتكرر السلبيات السابقه من اجل مصلحه الكره الافريقيه التي تستحق الافضل. الرساله الثانيه، نادي الوداد الرياضي او القائمين على التنظيم في المباراه النهائيه، نادي الوداد الرياضي نادي شقيق ونحن نقدره، وخلافنا ليس معه على الاطلاق، لكن انطلاقا من العلاقه الطيبه اللي بتربط او التي تربطنا مع كل الانديه المغربيه الشقيقه، نتحفظ على ما تعرض له الوفد الرسمي للنادي الاهلي اثناء دخول ملعب المباراه. الرساله الثالثه، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كل الشكر على تعاونك معنا في هذه الازمه وحرصك على فتح تحقيقات عاجله لاستبيان الحقيقه. الرساله الرابعه، المهندس هاني بوريدة، نحن لم ولن نطلب الا العداله لكل الاطراف، ومصر فوق الجميع، ويجب ان نسعى جميعا من اجل الحقوق المشروعه للانديه والكره المصريه. الرساله الخامسه، جمهور النادي الاهلي، نحن نقدر مشاعركم الحزينه على خساره البطوله، ولكن وبعد غياب يمكن 7 سنوات على البطوله الافريقيه، نادي الاهلي لما بيكون عنده اخفاق في حاجه بيقفل على نفسه، بيشتغل بس، ما بيرغيش كتير، بيشتغل بس. واللي هنا بقى اللي طمنا، ان احنا حاولنا ان احنا نمشي في الطريق الصح ونشتغل بس. عشان كده تواجدنا والحمد لله في النهائي الافريقي عن جدارة 5 مرات من اخر 6 سنين، اعتقد لم تحدث لاي نادي تاني. لذا يجب الا نقسو على لاعبينا وجهازهم الفني والاداري والطبي، كلهم اشتغلوا، كلهم تعبوا، وكمان حققوا كثير من البطولات الفترات الماضيه. الاهم ان نستفيد مما حدث كلنا ونستوعب الدرس. وهنا جملة مهمة برضو لجمهورنا الحبيب، جمهورنا العظيم، لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم، لا تنسوا
أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم وبيعمل على ذلك. ناديكم محتاج ليكم ومحتاج مساندتكم اللي احنا اتعودنا عليها وتعودناها منكم. لدينا تحديات كبيرة وكتيرة، وانتوا السند في كل المواقف. جمهور الأهلي ده حماه، جملة معناها واضح. في النهاية مش عايز أنسى أبدا، عشان كده مش عايز أذكر، لكن مش عايز أنسى أبدا كل من ساهم مع النادي الأهلي. كان عندي ممثلا على مجلس الإدارة، كان عندي اتصالات على مستويات كبيرة جدا أثناء الأزمة دي، فبحكم منصبي علشان نتكلم في الأزمة دي. من هنا عايز أشكر كل مؤسسات الدولة المصرية، كل مؤسسات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر، وأرجوك اعذروني لو أنا نسيت، الخارجية، وزارة الخارجية، سفراءنا، سفرنا في المغرب تعب معنا جدا جدا، بشكره جدا، بس من خلال وزارة الخارجية اللي هي قامة بدور كبير، وزارة الداخلية، رجال الأمن، تأمين والاتصالات للتأمين، وزارة الدفاع نفس الشيء، وزارة الشباب والرياضة، وأنا قلت جزء مع السيد وزير الشباب والرياضة الحقيقة، وكل من ساهم في يعني كل من ساهم مع الأهلي ووقف بجوار الأهلي في هذه المرحلة. في النهاية أشكر حضراتكم جدا جدا على الحضور، وتأسف للإطالة، لو في أي استفسارات أنا تحت أمركم. شكرا. شكرا جزيلا موصول الكابتن محمود خطيب على هذا العرض القيم اللي أضاء فيه الحقيقة الكثير من ملابسات هذه الأزمة وموقف النادي الأهلي مدعما بالأسانيد والوثائق المختلفة. هذا الموقف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه لا يقف فقط لأنه لا يقبل الضيم أو الظلم أو إضرار النادي الأهلي في حقه، ولكنه يقف لصالح القارة الإفريقية وكرة القدم الإفريقية وأجواء اللعب النظيف والعدالة فيها. من هنا كان هذا المؤتمر الصحفي الذي يأتي اتساقا مع موقف النادي الأهلي ومبادئه منذ البداية. فالشكر جزيل وموصول لحضراتكم على هذا التمثيل المشرف، هذا الحضور الكثيف. لدينا مجموعة من الأسئلة وصلتنا الحقيقة من السادة الزملاء وكبار الصحفيين الذين نرحب بهم جميعا. الزملاء الحقيقة قاموا بتصنيفهم طبقا للموضوعات. سأطرح على الكابتن محمود الخطيب مجموعة من هذه الأسئلة ليتفضل بالرد عليها. كابتن محمود، هل النادي الأهلي مستمر في دعوته أمام المحكمة الرياضية؟ زي ما شرحت قبل كده، النادي الأهلي مستمر طبعا مع تجديد الطلبات. هنستمر وهناخد الموضوع لنهايته، لان زي ما قلنا احنا بندافع عن مبدا وبندافع بس بننور نور كده على الاحداث اللي حصلت. يعني ما اعتقدش ان النادي الاهلي يعني نجح، ده قرار مجلس اداره. النادي الاهلي مستمر في دعواه القضائيه امام الكاس. طيب، سؤال آخر أيضا. لو سمحتوا يا جماعة، عشان بس ما من فضلكم هنلتزم بالأسئلة المكتوبة، نلتزم بالأسئلة ولا أي توضيح بعد كده هتلاقوه مع إدارة النادي أو مركز الإعلام، عشان مش أنا ببص الحاجات بيفكروني بيها فنسى أقولها يعني، فمش عشان ما ننساش حاجة تانية. تفضلوا. طيب، مجموعة أخرى من الأسئلة بتتمحور حول التالي يا كابتن محمود. الأهلي لعب النهائي في المغرب العام الماضي وفاز بالبطولة، وكان من الممكن أن يكون الطرف الثاني هو أيضا نادي الوداد الرياضي وليس كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. ما أسباب الاعتراض الذي حصل؟ مفيش اعتراض، احنا ما اعترضناش السنة اللي فاتت، لأن كان أعلن ملعب المباراة قبليها بشهرين تقريبا، يعني قبل ما حد نبي. دكتور
يا حبيبي انت بتتكلم عليه مباراه بس اتكلم اهدى شويه. السنه اللي فاتت يا كابتن قبل تحديد الاربع فرق. لا بعد يا سيدي ايا كانت يا دكتور قبل بعد المباراه اتلعبت من غير جمهور كمان والنادي الاهلي ما بيعترضش. النادي الاهلي لو كانت تحقق له بطلبه ما كانش اعترض. فاهم؟ اتفضل. طيب سؤال ايضا من الزملاء حول الاسباب وراء اختفاء الكوادر المصريه في الكاف او الاتحاد الافريقي من وجهه نظر كابتن محمود الخطيب. والله بص انا كنت من الحاجات اللي كنت كاتبها في ورقي يعني بس كنت مش عايز اذكر اسماء علشان ما انساش حد. لكن انا بقول احنا كلنا كافارقه مش كمصريين نتمنى دعم كوادرنا اللي عندها خبرات والناس اللي احترفت في دوريات اوروبا زي مثلا هاني رمزي احمد حسام ميدو حسام غالي عبد الستار انا بس مش عايز اذكر اسماء مش عايز انسى اسماء مش بس كمان مصريين لا ده عندك كوادر افريقيه كبيره جدا عندك دروجبا وعندك ايتو وعندك رابح ماجر وعندك عبيدي بيليه وعندك اسامواجيان وعندك كانو عندكم اسماء كبيره جدا نستطيع ان احنا نجيبهم ونسمعهم ونشوفهم ودول احتكوا بالعالم اللي هم اقصى تطورا مننا فممكن قوي يفيدوا في اللجان ويفيدوا في حاجات فاتمنى دوت واحنا كنا بندعم ده الكلام ده اتمنى ان هو يتحقق يعني. طيب كابتن محمود الخطيب بخصوص اتحاد كرة القدم المصري تردد في الساعات الأخيرة أنه مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي أو ينتوي الاعتذار للنادي الأهلي عن الخطأ الذي حدث بخصوص الخطابات المتعلقة بتنظيم دوري الأبطال يعني هل سيقبل الأهلي الاعتذار؟ جماعة زي ما قلت احنا بنتكلم على موقف حدث أو مواقف حصلت احنا بنحترم الاتحاد المصري لكن احنا بنذكر مواقف وسلبيات رأيناها وشفناها وعشناها فالمسؤول مسألة مش موضوع ان احنا يعني مين يعتذر ومين وده موضوع يعني انا مش عارف انا ما اقدرش ولا اقبل ولا ارفض. اصبح دلوقتي هناك من خلال وزارة الشباب والرياضة اصبح هناك في لجان تقول فانا لازم يكملوا شغلهم في تقديري لازم يكملوا شغلهم كويس وطالما في تحقيقات حصلت في الموضوع او ابتدت تحصل في الموضوع فننتظر لكن لا داعي ابدا ان احنا نعتذر لبعض ولا حاجه احنا في النهايه احنا زملاء وفي النهايه احنا يعني نحترم بعض جدا لكن بتكلم على مواقف كان فيها سلبيات معينه. طيب في سؤال اخر ايضا او مجموعه اسئله كابتن محمود بتقول مصر هي التي اسست الاتحاد الافريقي والنادي الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا نادي القرن أيضا لماذا لم يتم توجيه الدعوة لرئيس الكاف لزيارة مصر والنادي الأهلي من أجل أن يكون في هناك حوار مباشر بعيدا عن الإعلام. نفس الكلام الحال أستاذ سامي عبد الفتاح يعني بيسأل بخصوصه عن الآلية اللي يمكن تنفيذ المطالب الستة بيها في ضوء ضعف التواصل بين الأهلي واتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي ورئيسه هل هناك ضعف تواصل وحضرتك شايف ازاي؟ انا شرحت الموضوع يا جماعة اعتقد شرحته كويس يعني شرحته طبقا للتواريخ وطبقا للجوابات وطبقا لكل حاجة لكن انا ما يعني الدعوة دي لو كانت دي اقتراح بالعكس انا برحب بيه جدا يعني ياريت مصر تستضيف الاتحاد الافريقي والاتحادات الاخرى ونشتغل يعني ياريت يحصل هذا الامر احنا كنادي اهلي لو طلب مننا حاجة في ده اعتقد احنا هنقدم كل امكانياتنا في هذا الامر ونتمناه يعني. طيب مجموعه اسئله اخرى يمكن الاستاذ شريف عبد القادر بيسال عن الاليه تنفيذ الطلبات اللي النادي الاهلي طلبها واخيرا هو اقرب الى مقترح من الاستاذه بالوفا الخطيب مدير تحرير الاخبار بيقول ليه الاهلي ما يقترحش على اتحاد الكره ان يخاطب الاتحاد الافريقي من اجل تحديد ثلاث دول يعني في حال عدم العوده لفكره مباراه الذهاب والاياب فمن المبكر يعلن الاتحاد عن ثلاث دول يتم الاختيار بينها شريطة انه ما يكونش فيه فريقين من هذا البلد يعني او فريق برضه ده اقتراح يضاف للاقتراحات اللي احنا قلناها واعتقد الـ يعني من خلال المؤتمر ده
اعتقد برضو ان احنا اي اقتراح يفيد، لان احنا كلنا زي ما قلت احنا كلنا افارقه، كلنا يهمنا القاره بتاعتنا، كلنا يهمنا ان احنا نتقدم. عشان كده اي اقتراح يضاف على اساس ان يكون هناك ما هو افضل للكره الافريقيه اعتقد كلنا بنرحب بيه. طيب سؤالي قبل الاخير يا كابتن محمود، من الاستاذ علاء عزت كان بيسال عن دور لجنه الانديه بالاتحاد الافريقي اللي حضرتك عضو فيها، هل كان لها اي دور في هذا الاطار او الكلام ده كان من اخر حاجه كان من سنتين، وانا معتذر وانا مش موجود خالص في الموضوع ده. انا من زمان انا خلاص بقى سنتين ما حضرناش. طيب ما يقرب من سنتين يعني. هناخد سؤال اخير يا كابتن محمود بعد اذن حضرتك. الحقيقه الزميل فاضل بيقول ان النادي الاهلي نادي حضرتك سامعني؟ بس كفايه يعني هنكتفي اخر سؤال. لا بس يا لا مش فاهم. اتفضل. ما ينفعش يبقى في حد جه وسؤاله ما اتقالش. اتفضل. ما احنا الحقيقه صنفنا مجموعه الاسئله يا كابتن وخدنا منهم جزء يعني صحيح. طالما ناس وجدت وكتب سؤال نقوله. حاضر. النادي الاهلي ولا يفرق معاه اي بطوله؟ وهو سؤال شخصي شويه لانه تردد كلام كثير مؤخرا، فعايزين حضرتك تطمنهم على صحه الكابتن محمود الخطيب. بصراحه كده انا يمكن من حوالي 6-7 شهور انا عندي ظروف صحيه مش مظبوطه، والحقيقه برضو يمكن علشان العمل الكثيره او الفتره اللي فاتت دي كلها انا مديش يعني ما سمعتش الطبيب المعالج في ان انا التزم ببرنامج علاج هو حاطه لي للارتباطات الكتيره اللي حضراتكم شايفينها على الساحه يعني. فاتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله احاول التزم بده شويه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. انا يعني الحقيقه يسمح لي الزملاء الاعزاء الافاضل بالاكتفاء بهذا القدر من هذه الاسئله اللي قمنا بتصنيفها وتوجيه. بس لا ثانيه واحده يا جماعه عشان السلام الجمهور. سلام الوطن.